قرر 5 محافظين القاهرة، الجيزة، البحيرة، دمياط، مرسى مطروح تعطيل الدراسة النهاردة في جميع المراحل التعليمية نظرا لسوء الأحوال الجوية. بمتابعة لأحوال الطقس غير المستقر معانا دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذة خلود، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني أكيد كلنا واخدين بالنا أنه الـ 48 ساعة اللي فاتت الطقس غير مستقر. طيب طمنينا بقى على الـ 48 ساعة اللي جاية، هل هنشهد يعني طقس سيء؟ هو طبعا النهاردة ما زلنا إحنا في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. النهاردة يعتبر آخر يوم في حالة عدم الاستقرار. بدأت الأمطار منذ فجر اليوم على بعض المناطق من القاهرة، كانت أمطار متوسطة على بعض المناطق. طبعا المتوقع ان شاء الله تستمر معانا على مدار اليوم على فترات متفرقه، يعني هنشهد امطار مره اخرى على القاهره ان شاء الله، القاهره والجيزه، وطبعا ما زال في فرص الامطار المتوسطه الغزيره على السواحل الشماليه للبلاد وخاصه السواحل الشرقيه للبلاد، يعني نقدر نذكر منها دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، ايضا بعض المناطق من مدن القناه، اسماعيليه، السويس، وهتمتد لمحافظات شمال ووسط سيناء امطار متوسطه لغزيره، وايضا محافظات طبعا شرق الدلتا، الشرقيه، الدقهليه، البحيره، كفر الشيخ، كل هذه المناطق هتشهد ان شاء الله امطار متوسطه لغزيره، ممكن يكون في بعض امطار رعديه على بعض هذه المناطق على فترات متفرقه من اليوم. طبعا ده هيستمر معانا حتى نهايه يوم الاربعاء ان شاء الله، بدايه من مساء النهارده وبدايه من غدا ان شاء الله الخميس تبدا تتحسن الاحوال الجويه نزيل. يعني بكره الجو هيكون كويس؟ هتقل فرص الامطار، لكن هتستمر فرص امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه، شمال الوجه البحري، ممكن على القاهره امطار خفيفه جدا، لكن طبعا هيكون في تحسن في الاحوال الجويه كتير عن الايام اللي فاتت، لكن درجات الحراره هتستمر منخفضه، هتوصل ل 19 درجه مئويه العظمى على القاهره ومستمره معانا حتى غدا ان شاء الله. احنا بس عايزين نقول للناس ان كل ده ولسه يعني الشتاء ما دخلش. ده حقيقي يعني فعلاً. يعني 21 ديسمبر في فصل الخريف، الاسبوع اللي جاي القادم طبعا هو بدايه فصل الشتاء جغرافيا ورسميا، لكن طبعا فصل الخريف فصل تقلبات جويه، يعني هو مش بس الشتاء، لا الخريف هو كمان تقلبات جويه. يوم الاحد اللي فات كان تحسي ان احنا في الصيف يعني. فعلا هو الاسبوع كله كان تقلبات جويه، عشان كده احنا البيان اللي اصدرناه كان بدايه من يوم الاحد ليوم الاربعاء بتقلبات جويه ما بين ارتفاع في الحراره ثم انخفاض ملحوظ، وايضا نشاط رياح ورمال واتربه مسره شاهدناها يوم الاثنين والثلاثاء، فكانت تقلبات جويه، يعني كل عناصر التقلبات الجويه سواء حراره او رياح او امطار. الشده والذروه هتكون في اي محافظات؟ النهارده الذروه هتكون على المناطق الشرقيه، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، الاسماعيليه، السويس، وتمتد ايضا لبعض محافظات الدلتا، يعني كفر الشيخ، الشرقيه، الدقهليه، دي ذروه الحاله النهارده. بالنسبه للقاهره امطار متوسطه، لكن طبعا القاهره ليها وضع خاص، القاهره والجيزه الامطار المتوسطه ممكن تعمل تجمعات مياه في بعض المناطق، فعشان كده تم التنسيق مع الساده المحافظين وتم طبعا تعطيل الدراسه اليوم في محافظه القاهره والجيزه. ربنا يسلم الجميع يا رب. أنا بشكرك يا دكتور إيمان، دكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.